المسألة تطورت ازاي؟ يعني ايه اللي خلاها تاخد الاتجاه البيزنس؟ علشان كانت القطعة اللي بيتم تقليدها كان بيتم تقليدها طبق الأصل، فكانت بـ 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 بتحظى على إعجاب من ناس كتير سواء داخليا أو خارجيا، فبدأ يتفتح مجال للتصدير من خلال في السوق الخليجي بالذات لأنهم كانوا بيحبوا الحاجات دي. فمن هنا بدأ زي ايه مثلا؟ يعني كنت بتصدري ايه؟ او الترابيزات كمان هي كانت من أكتر الحاجات، كل ما هو دقيق جدا في شغله. انت عارف عندنا احنا عندنا العماله ماهره جدا في مصر، وده نتيجه ان احنا كان عندنا طلاينه فرنسويين زمان فتعلموا منهم الصنعه صح. فطبعا القطع بتطلع باسعار كويسه جدا وفي غايه الجمال، فهو ده اللي فتح المجال اكتر ان يكون في يعني تصدير للحاجات دي. طيب يعني بشكل عام البيزنس صعب حتى للرجال، فما بالك بالسيدات النساء؟ يعني ايه هي الصعوبات يمكن اللي قابلت حضرتك في وقت الأول؟ ما بدأت كان يمكن الصعوبات ان فكرة جمع او هواية جمع الانتيكات ما كانتش يعني الستات ظاهرين قوي فيها، خصوصا ان انا كنت كمان يعني كان من حظي ان انا قدرت اسافر احضر حتى مزادات خارج مصر، فاتفرج على ازاي بيتم الـ البيع والشراء في الحاجات القديمه وقيمتها. فده كان طبعا بالنسبه لنا حتى في المجتمع دي مش حاجه احنا متعودين عليها كسيدات، صحيح. حتى على المستوى العالمي ما كانش قوي متعودين عليها كسيدات انها تدخل المجال ده. اقتحمتي بقى. اقتحمت المجال ده، فيمكن من هنا بدات الهوايه ويمكن تميزت فيها لدرجه ان انا بعد كده بدات كمان زي اعاده احياء ما هو قديم. يعني هو دلوقتي التركيز كمان على ما إعادة احياء زي السجاد مثلا. السجاد بعد فتره بيتنحل، وفي الغالب بيبقى مصيره انه يترمى، فلكن احنا بنعيد احيائه من خلال ان مثلا تعمل عليها رسم، تعمل عليها فتعيد احيائها زي ما هي كقيمه كخامه قيمه. احنا بنتكلم دلوقتي عن السجاد اللي هو القديم، القديم اللي هو الهاند ميد، اللي هو الهاند ميد. طبعا احنا البيوت زمان يمكن كانت الناس يعني تهوى انها تفرش تقتني سجاد كمان ايراني، فطبعا من السجاد القيم جدا على مستوى العالم. فطبعا دلوقتي يعني ما حدش بيحب يرمي السجاد بتاعه، خصوصا ان الخامه مهما حتى لو اتنحلت هي ليها جمالها. فاحنا يعني اللي بدات افكر فيه ان احنا ما نرميش السجاد ده، ان احنا نعيد احيائه واستخدامه كلوحات زيتيه على الحائط بدل ما تكون يعني تستخدم في الارض تاني.